السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم رامي أحمد من جروب الهندسة الإنشائية والطرق. سنتعلم اليوم إن شاء الله درس جديد من الدروس الخاصة ببرنامج الأوتوكاد، وهو أمر الترقيم التلقائي تي كاونت أو ما يسمى بأوتو نمبر. سنقوم بعمل مثال بسيط يوضح لي ميزة أمر تي كاونت أو الأوتو نمبر. سنقوم برسم جريد أو شبكة، نقوم برسم خطوط الشبكة empty بهذا الشكل، وليكن 1 هنا الـ height of text 1. نقوم بعمل move بهذا الشكل، تمام. من ثم نقوم بعمل copy بهذا الشكل، اوكي. نقوم بعمل horizontal هذا بالمثل، copy بهذا الشكل، ومن ثم copy اوكي. طيب طبعا قلنا الترقيم التلقائي، إما أن نقوم بكتابة الأمر tcount اختصاره tc enter، أو يمكننا الوصول إليه من تبويبة express tools، تبويبة express tools text auto number، تمام. من قائمة text auto number إذا ضغطنا على الأوتو نمبر، لاحظ select object، نقوم باختيار الأوبجكت، نقوم باختيار هذه الأوبجكت enter، من ثم نلاحظ sort selected objects by x or y or select order، نقوم باختيار x. لاحظ هنا specify starting number and increment، أول رقم تقوم بتحديده، بعدين كوما، بعدين مقدار الانكريمنت الزيادة، وليكن يبدأ من 1.1، تمام. مقدار الزيادة 1 2 3 4 أو مثلا 2 انتر. طيب نشوف طبعا placement of numbers in text، طبعا هل تريد أن يقوم بعمل overwrite استبدال بدل هذه الأرقام، يقوم بعمل الأرقام الترقيم التلقائي. إذا قمنا باختيار overwrite، لاحظ 1 3 5 7 9 11، تمام. مقدار الزيادة كل 2، تمام الانكريمنت. طيب نقوم بعمل control z، نقوم بكتابة tc enter، نقوم باختيار الobjects enter x، مقدار الانكريمنت 1 كوما اللي هي حرف الواو، 1 مقدار الانكريمنت انتر، اوفررايت 1 2 3 4 5 6. طيب اذا حبينا ان نقوم بعكس هذا الترقيم، طبعا نبدا مثلا من هنا 1 2 3 4 وهكذا من اليمين الى اليسار، سهلة جدا. نقوم بكتابة امر، نقوم اولا بعمل كنترول زد، ومن ثم كتابة امر تي سي، نقوم باختيار الاوبجكتس، نقوم باختيار الارقام انتر اكس، من ثم مقدار الزيادة هذه نقوم طبعا نلاحظ هنا كم عدد المحاور الاكسس، 1 2 3 4 5 6، اوكي. نقوم بكتابة الرقم الاخير طبعا الخاص بالاكسس الذي هو رقم 6 كوما ماينس 1، مقدار الانكريمنت ماينس 1 انتر. لاحظ نقوم باختيار اوفررايت، قام بعمل الترقيم التلقائي من اليمين الى اليسار، 1 2 3 الى 6. طيب هنا طبعا بالمثل نقوم بعمل تي كاونت، نقوم باختيار الارقام انتر، نقوم باختيار الواي، تمام. طيب الستارتنج نمبر طبعا 1، مقدار الانكريمنت كوما 1 انتر اوفررايت، لاحظ
قام بعمل ترقيم من الأعلى إلى الأسفل 1 2 3 4 5. وبالمثل إذا أردنا أن نقوم بالترقيم تلقائي من الأسفل إلى الأعلى بنفس الطريقة، نقوم بكتابة تي كام تي سي، نقوم باختيار الأوبجكت إنتر واي، طبعا سنقوم بكتابة الستارت نمبر، طبعا نقوم بكتابة آخر رقم، لاحظ هنا 1 2 3 4، مرة أخرى 1 2 3 4 5، تمام، نقوم بكتابة 5 كوما -1 إنتر، نقوم بالضغط على أوفر رايت، لاحظ بدأ من الأسفل إلى الأعلى. طيب نأخذ مثال آخر نوضح فيه بقية الأوبشنز الخاصة بالأوتو نمبر، نقوم بالضغط على أوتو نمبر أو كتابة أمر تي سي إنتر تي كاونت، نقوم باختيار الأوبجكت إنتر، نقوم بعمل ترقيم، نريد عمل ترقيم تلقائي لهذه الأسماء، نقوم باختيار واي، نقوم ببدء الترقيم رقم 1 ومقدار الزيادة 1 إنتر. طبعا بريفكس إذا أردنا عمل ترقيم تلقائي قبل كل كلمة، إذا اخترنا بريفكس لاحظ يقوم بعمل ترقيم تلقائي قبل كل كلمة، كنترول زد، نقوم بعمل الأمر مرة أخرى تي سي، نختار الأوبجكت إنتر، نختار واي، مقدار يبدأ أول رقم الستارتينج نمبر 1 ومقدار الإنكريمنت 1 إنتر. طيب السفكس، السفكس طبعا أن تقوم بعمل ترقيم تلقائي بعد كل كلمة، إذا اخترنا سفكس لاحظ قام بالترقيم التلقائي بعد كل كلمة. طيب مرة أخرى إذا ضغطنا أوتو نمبر اخترنا الأوبجكت وقمنا بترقيم تلقائي مثلا الواي، يبدأ أول رقم الواحد مقدار الزيادة 1 إنتر، إذا قمنا باختيار find and replace طبعا هذا الخيار سيقوم بعمل ترقيم تلقائي أو باستبدال رقم بدل حرف تقوم بكتابته، على سبيل المثال find and replace، نقوم باختيار find and replace enter search stars string enter search string مثلا، وليكن سنقوم بعمل استبدال الرقم أو عمل ترقيم تلقائي بدل حرف الـ A، أي أنه إذا قمنا مثلا بكتابة حرف الـ A سيقوم باستبدال كل كلمة فيها حرف A بالرقم، مثلا هنا رامي رقم 1، شادي رقم 2، فؤاد رقم 3 وهكذا. لاحظ إذا قمنا بالضغط على إنتر لاحظ رامي قام باستبدال الـ A برقم 1، شادي الـ A برقم 2، فؤاد الـ A برقم 3، ونبيل A برقم 4 وهكذا. كمان هناك جزئية حبيت أوضحها، طبعا إذا قمنا بعمل الأوتو نمبر وقمنا باختيار نمبرز الخاصة بالجريدز ضغطنا إنتر، إذا قمنا باختيار الإكس تمام specify starting number and increment 1.1 أوكي overwrite، لاحظ سيقوم بالترقيم من اليسار إلى اليمين. طيب إذا قمنا بدخول إلى الأمر مرة أخرى اخترنا النمبرز ضغطنا إنتر، إذا اخترنا Select Order طبعا Select Order وظيفته أيضا إذا أردت مثلا أن تقوم بعمل ترقيم واخترت مثلا هناك بعض الكلمات أو بعض الأسطر تختار من هذا، طبعا هذا الخيار يتيح لك اختيار الترقيم بشكل يدوي، يعني select order انت اللي تختار تمام. فاذا اخترت مثلا على سبيل المثال select order سيقوم بقلب الترقيم التلقائي من اليمين الى اليسار، select order enter overwrite، لاحظ قام بعمل ترقيم تلقائي من اليمين الى اليسار. وبهذا ننهي درسنا الخاص بهذا اليوم، ان شاء الله يكون درس سهل وبسيط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.